روضة قرافي رئيسة جمعية قضاة التونسيين. أنا اليوم يعني توجه لهيئة الحقيقة والكرامة باش نتقدم بتصريح في حق جمعية قضاة التونسيين للمطالبة بأنه العدالة الانتقالية تشمل الانتهاكات اللي طالت جمعية قضاة التونسيين كهيكل ممثل للقضاة، واللي شملت كذلك مسؤولي جمعية قضاة التونسيين سواء في مكتبها التنفيذي أو في الهيئة الشرعية أو في هيئتها الإدارية أو نشطاء جمعية قضاة التونسيين على خلفية رفضهم الانقلاب سلطة الاستبداد سنة 2005 على الهيكل الشرعية لجمعية قضاة التونسيين، ونظرا لتمسكهم باستقلال الجمعية وبنضالها ودفاعها على استقلال القضاء كمقاوم أساسي لمقاومات دولة الحق والقانون والنظام الديمقراطي. مهم جدا انتهاكات هذه تتوثق على أساس يعني ما يعودش يتكرر اللي حصل من يعني انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير، لأنه وقت اللي ينتهك هذا الحق ويضعف صوت القضاة تضعف دولة الحق، ويعني وما نجمو نمشيو كان نحو نظام السدادي، وهذا اللي حصل يعني من بعد الانقلاب على جمعية قضاة التونسيين سنة 2005. لذلك فإنه من الأكيد جدا التوثيق لهذه الانتهاكات حتى لا يعني تكرر.